الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. هل تعلم أن أبا مسلم الخولاني كان يكذب الأسود العنسي؟ أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما تيسر له الاجتماع بالرسول عليه الصلاة والسلام. أبو مسلم كان باليمن، ثم أيام عمر الخليفة رضي الله عنه جاء إلى المدينة واجتمع بسيدنا عمر رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله بين عينيه. أبو مسلم كان من الزاهدين العابدين، مروة كان يسبح بالسبحة ثم نام، فصارت السبحة تدور في يده وهو نائم وتقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات. يا دائم الثبات معناه الذي وجوده لا نهاية له. ثم استيقظ أبو مسلم رضي الله عنه فنادى زوجته، قال: يا أم مسلم تعالي انظري إلى أعجب الأعاجيب. فلما جاءت سكتت السبحة. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان يكذب الأسود العنسي الذي ادعى في اليمن أنه نبي. مروة أخذه العنسي فأدخله نارا فلم يحترق، فعل به ذلك 3 أيام فلم يحترق. رماه في اليوم الأول، ثم رماه في اليوم الثاني، ثم رماه في اليوم الثالث. بعد ذلك قال له: ابتعد عن أرضي. نفاه. حينها أبو مسلم توجه إلى المدينة. أبو مسلم رضي الله عنه كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من أهل الأعذار، ما استطاع أن يتوجه إلى المدينة أيام الهجرة، لكن بعد ذلك أيام عمر رضي الله عنه توجه إلى المدينة. أول ما دخل المدينة ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى 2 ركعتين. حينها جاءه عمر الخطاب رضي الله عنه، وكان قد شهر أمره أنه رمي في النار فلم تحرقه. جاء إليه عمر وسأله، قال له: أنت أبو مسلم؟ قال: نعم. قال له: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو مثل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وقبله بين عينيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.